السلام عليكم، مرحبا بالواضح. معكم محسن وإيمان كوب المغربي. اليوم غتعيشوا معنا الأجواء ديال كيفاش كنصايبوا فطور في رمضان. مرحبا بكم وقبلوا علينا. اول وجبه غادي نحضروا هي لينام. هي مره داخل معايا محسن الكوزينه، ها هو كيعاونني زعما. انا رجال الدور ديالنا مهم في الحياه. واش هذاك اللي كيقول هذاك الفكره ديال انه زعما اللي يعاون مرتو عيب؟ بالعكس، هذاك راه عنده نقص، هو ما تيقش في راسه اصلا. انا دابا راني بديت في المونتاج ديال لينام. هذه الورقه المغربيه ديال البسطيله، ديجا خديتها قطعتها على 4، وهذه هي الطريقه اللي كندير انا لينام. كيجيو على الطريقه. المهم انا دابا وجدت لينام، ما تضحكوش على لينام ديالي. محسن غادي يعصر الليمون. هادو لينام ديالي، ها هما طابو، ما تضحكوش عليهم. واحده ما كتشبهش الاخرى، ميقا ديال الغراض. محسن عفاك، جبت لي لابواط ديال الربيع من الثلاجة. شكرا. هذه هي الباجو ديالنا، من بعد ما نقيتها وغسلتها وحليتها من الداخل، دابا غادي نقادوها باش نديروها في الفران ان شاء الله. بالنسبه للحوت باقي صعيب عليا باقي. المهم هي الحوته ديالي وجدات، دابا غادي نديرها في الفران 150 درجه، نخليها واحد 25 دقيقه حتى 30 دقيقه. الايمان حطيها بوالدها، يعني ما كاينش داك الفرق. جيت من دار الوالده لقيت ايمان، يعني تهلات فيا وكنوجه لهم يعني تحيه بجوج صراحه، لا يخطم علينا. هي الحريره، اللي كيعجبني في الحريره هو الكياس حمص. دابا من بعد ايمان مسألة داكشي اللي سهل، عندي داكشي اللي صعيب. انا دابا نقطع الليمون وغادي نعصرو. دو اصعب مهمة. دابا سالينا، هادشي هو اللي وجدنا كبيرة في الكوزينة. هذا الحوت، البيتزا، المسمن، البغرير، لينام، درنا سلطه ضروري الحوت خاصه مع سلطه الحريره، وكما قلت لكم البريوات الشباكيه راه ضروري كيكونوا في مائده الافطار، والتمر الحليب باش غادي نبداو الفطور ديالنا، وعصره الليمون اللي صاوب محسن. المهم حنا وجدنا الفطور ديالنا مع سناء اليوم، داز داكشي زوين بزاف. نحفطوا. المهم راه ادى الاذان اللي فمك تخليش الفطور.